طيب كابتن حلمي، الاهلي كان عنده مباراه في السوبر امام اتحاد العاصمه، هزم النادي الاهلي بنتيجه 1-0 بغض النظر عن الخطا التحكيمي الواضح واضح اللي جدا. كل الناس اتكلمت طبعًا عنه طبعًا. يعني ما اعرفش راي حضرتك ايه. لا برضه انا ده ضربه جزاء واضحه جدا جدا. ضربه الجزاء اللي على النادي الاهلي ما فيش اي تلامس. الولد مروان حاطط رجله بدري خالص قدام، المهاجم ما لمسوش حتى خالص ووقع. والله العظيم آه. والله العظيم. عكس بقى البنالتي كهربا. بتاع كهربا بقى اللي معصور معصور ورجلين في فخده وبتاعه واضحه. لا واضحه جدا طبعا. يعني انا بتكلم بجد، مش انا لا بجامل ولا بتاع. لا حضرتك لو عايز تقول مش حاجه عشان يعني في قناه نادي الاهلي بجامل، لا الحقيقه لا. وانا شايف كمان ما كنتش عارف التعديل اللي حصل بتاع ان الكره لو لو دي ارتدت. اللي حضرتك بتتكلم عنها. ايوه شايف رجله فين، حطت رجله بدري خالص، وده اللي داخل فيه ايه اهو. واضحه يا كابتن. وديت شايف الرجل فين، الرجلين الثابته بتاعت كهربا فين، والرجل دي طالعه ازاي وعامله اعاقه عليه ازاي. لا طبعا واضحه. جدا جدا يعني جدا طبعا يعني. لا انا ما كانش عاجب، انا كنت بتفرج على الماتش طبعا، ما طبعا كانش عاجبني الحكم من الاول. بمنتهى الامانه من اوكي. الاول ما كانش حسيت عاجبني. ان يعني حسيت ان هو مش فير بمنتهى الامانه. صح بمنتهى الامانه. حتى بغض النظر عن الاهلي كان كويس لا ولا لا، يعني خالص بعيدا عن كل ده، لكن الحكم بيبقى له دور كبير جدا يا بالظبط. كابتن. يا اذا نهار الكره زي ابيض، دي لو كان حسبها ده مؤثر، ده الحكم ده اكتر واحد مؤثر في الملعب. ازاي بس صحيح. ده اكتر واحد مؤثر في الملعب. طب من الناحيه الفنيه شفت المباراه ازاي يا كابتن؟ اولا يمكن انا هو بقول لحضرتك اتفضل. ان النادي الاهلي وكل فرق الدوري المصري لم تصل بعد للياقه البدنيه بتاعت المباريات، لانها ما لعبوش مباريات رسميه. المباريات الوديه لا تقوم مقام المباراه الرسميه باي حال من الاحوال. اوكي. انا بعتبر المباراه الوديه ده تدريب حمل عالي، تدريب حمل عالي، لكن المباراه الرسميه اقصى، هي اقصى حمل، اقصى حمل. فاخد بال حضرتك ازاي. صح. فهناك فرق كبير جدا بين المستوى ده والمستوى ده. اوكي. مستوى الحمل العالي فاحنا لسه في الحمل اللي هو الأقصى. ده انت ما فيش، اوكي. ده انت يعني النادي الاهلي لعب كم ماتش ودي حتى؟ ماتشين، ماتش في النمسا وماتش هنا مع طلائع الجيش. ولا ليهم تأثير. ولا ليهم تأثير، اوكي. صدقني. فده سبب مباشر. لا الوم لعيبه ولا الوم مدرب ولا الوم اي حد. انا ده السبب المباشر، عدم الجاهزيه الفنيه وعدم وصول اللاعبين للياقه المباريات. وفي نفس الوقت انا بارجع السبب ده لتلاحم لتلاحم المواسم يا كابتن. الكلمه اللي حضرتك قلتها بقى من 2019 مع زيف. دي المشكله. اللاعب ضروري يكون واخد راحه تامه اللي هي بين دي يا المواسم، تقريبا مش اقل من 21 يوم. اوكي. وعشان اعده مش اقل من 6 اسابيع. اوكي. ده 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 العلم ده بيقول العلم كده. بيقول كده يعني. أوكي. مش اقل من كده، 4 اسابيع ل6 اسابيع ده اقل حاجه. يعني 4 اسابيع اقل حاجه والماكسيمم 6 اسابيع. لا الماكسيمم ممكن اوصل لو اكتر عندي كمان. وقت اوصل ل8 اسابيع مثلا. اوكي. لكن مفيش وقت دلوقتي، ما بقاش فيه وقت حتى مفيش الكلام ده على خالص. يعني فيا شهر يا 6 اسابيع. دي ده الكويس. اوكي. لكن انا ما باخدش فتره راحه كافيه طبعا عشان اعمل ريكفري، مفيش كلام من ده. واخد بالك؟ عشان وبعدين ما بعملش اعداد كافي. واخد بال حضرتك؟ وبالتالي انا ما ببقاش جاهز بشكل كبير، ما ببقاش جاهز فنيا ولا بدنيا خالص يعني في بدايه الموسم. وتتالي المباريات ديت وتلاحم المباريات هي دي اللي بتبقى السبب المباشر في اصابات اللاعبين. ان العضله ليها قدرات وليها طاقه. صح. واخد بال حضرتك؟ فلا، وده الكلام انا قلته من اول كورونا. من 2019. من 2019 قلت لهم 4 مواسم على الاقل بايظين. وده اللي احنا بنشوفه وده اللي من الناحيه حاصل الفنيه. دلوقتي الامور يعني. واضحه جدا.